مشاهدينا رجعنا لكم مره ثانيه بعد الفاصل. بعد انتشار العديد من المسابقات ومراكز تدريب الكلاب في مصر، كان لازم يكون في مسابقه تتعمل لتدريب الكلاب علشان نشوف التنافس ما بين مراكز التدريب والتنافس كمان بين الكلاب. عايزين نعرف النهارده التنافس بين الكلاب كان ايه شروطه، والتنافس ده كان على ايه، والتنافس بين مراكز التدريب كان ازاي، وهل عدد المشاركين كان عدد كبير ولا لا، وهل في فرق كبير بين مراكز التدريب وبين الاشخاص اللي بيدربوا كلابهم بنفسهم. النهارده هيكون معانا مهندس خالد الهيتمي صاحب اول مركز تدريب للكلاب في مصر، وهنشوف معاه ايه اللي حصل في المسابقه وليه اصلا عمل المسابقه. صباح الخير باشمهندس خالد. صباح النور. باشمهندس خالد، طبعا في البدايه هنتكلم عن تفكير حضرتك في المسابقه جه منين، وعايزين نتكلم مع بعض برضو عدد المشاركين من مراكز التدريب او من افراد هم مدربين كلابهم بنفسهم، وعايزين نعرف كل حاجه عن المسابقه. كانت من اسبوع مظبوط؟ هو الموضوع بتاع المسابقة عامة، هو احنا كنت بدأت انظم موضوع المسابقات ده من سنة 2010، بس في الوقت ده كانت مسابقات خاصة بالجمال وكفاءة الكلاب، مش حاجة خاصة بالتدريب. لغاية لما جت من قريب عملت فكرة اللي احنا نعمل نشجع الناس اللي هي تدرب الكلاب بتاعها، فعملنا مسابقة للتدريب، لان على غرار يعني اللي كان بيحصل مع كلاب الجمال او مسابقات الجمال، بعد بداية مسابقات الجمال ما ابتدت تكون تقريبا شبه 3 مرات في السنة، ابتدى ناس كتير قوي تجيب كلاب مواصفاتها احسن وتتجه للكلاب مواصفاتها احلى، فكان بالتالي كان محتاجين يكون في خطوة لمسابقة التدريب علشان خاطر الناس تبتدي اللي هي تدرب كلابها لوجود نوع من انواع المسابقات دي. بالنسبة للمسابقة كان يعني عدد الحضور فيها كان عدد الحضور كويس، بس عدد الحضور كانت ناس عايزه تتفرج اكتر من الناس اللي عايزه قادره اللي هي تشارك بكلابها. يعني كانت المشاركه بالكلاب مش كبيره، لا كانت الموضوع اكتر بكتير الناس اللي جايه تتفرج، عايزه تشوف الكلاب بتتدرب بتعمل ايه الكلام ده، لكن حضور الناس اللي داخله تشارك بكلابها لسه الكالتشر او الثقافه بتاعت ان حد يدرب كلب، والثقافه دي ما هياش منتشره قوي يعني. طب كان ايه شروط يعني التقديم للمسابقه؟ يعني الكلب المفروض يبقى فيه مواصفات معينه؟ لا مفيش اي مواصفات للموضوع ده، يعني عادة بالنسبه لكلاب التدريب في اي مجال ما بيكونش شرط ابدا اي مواصفات في الكلب، هي مواصفات بتكون في شخصيه الكلب وفي اداء تيست معين بيكون محطوط وموضح، وكل اللي بيدخلوا بيأدوا نفس الاختبار يعني. طيب في ناس كتير جدا ومنهم انا طبعا يعني فاكرين ان الكلاب يا اما ان احنا نجيب كلب عشان نلعب ونتبسط معاه او كلب حراسه، يعني دول النوعين الاكثر انتشارا بين الناس وده المتعارف عليه، بس في انواع كتير جدا واستخدامات تانية كتير جدا للكلاب، وفي تدريبات كتير، وانت واحد من الناس سبت البترول، انت مهندس بترول اصلا، سبت البترول وتخصصت في المجال ده ودرسته، فكلمنا عن المجالات التانية اللي احنا مش عارفينها. هو بالنسبه للكلاب، الكلاب في يعني الكلاب هو اكتر حيوان بيستخدم لخدمه البني ادم، ويعني ربنا ذكر الكلب في القران 3 مرات، في سوره المائده وفي سوره الكهف، المرتين دول لما ذكر فيهم الكلب ككلب صيد مره في سوره المائده، وفي سوره الكهف ذكر كرفيق وحارس في نفس الوقت، وعلموهن مما علمكم الله، فهو يعني تدريب الكلاب وتعليمها ده يعني كان موصي عليه اصلا في القران. الكلاب بتستخدم في مجالات كتير جدا، بغض النظر عن مجال الحراسه اللي احنا كلنا عارفينه، في حاجات زي الاساسيه زي اللي بتستخدمها اجهزه الشرطه او الجيش، زي استكشاف المفرقعات او المخدرات، تقفي الاثر، انقاذ الناس اللي تكون تحت الانقاض، انقاذ الناس في البحر، ده جزء من تخصص الكلاب. في حاجه ثانيه هي الثيرابي دوجز، او دي الكلاب اللي بتستخدم استخدام طبي، من ضمنها كلاب الثيرابي اللي بتعالج الاوتيزم او بتعالج التوحد عند الاطفال، والكلاب دي يعني افكتيف جدا وكفاءتها عاليه جدا في ان هي بتحسن من الاطفال، بتحسن من الحاله الصحيه او النفسيه للاطفال اللي عندهم الاوتيزم. في كلاب تانية مثلا كلاب زي كلاب بتاعت مرضى السكر، ودي دلوقتي بدات تنتشر جدا، اللي هي الكلاب دي بتبتدي تحسن، مش بتبتدي تدي انذار لمريض السكر علشان خاطر اللي هو لو عالي السكر عنده في الدم الكلب يقدر يشم
الدم بتاعه السكر بتاعه عالي، حتى لو هو نايم الكلب ممكن يصحي. ممكن يصحيه. واخيرا كلاب اكتشاف الامراض السرطانيه، ودي تم اعتمادها من حوالي 7 أو 8 أسابيع من وزاره ده لسه الصحه. قريب جدا. لسه يعني هي بقى لها فتره، هي بقى لها دلوقتي حوالي تقريبا 5 سنين بيدرسوا في التكنيك بتاعها، بس هي لسه اعتمدت من حوالي شهرين من وزاره الصحه البريطانيه، وابتدت تكون موجوده وشغاله. يعني كلاب ممكن تكتشف مرض السرطان؟ طبعا الاورام السرطانيه ممكن الكلب يكتشفها. هي الموضوع ابتدى صدفه برضه. احنا نشوف الصور اللي معانا، في صور نزلت اتكلمنا عنها. ده كان في احدى المسابقات، وكان كنا بنعمل عرض الكلاب التدريب في المسابقه، عشان خاطر الناس تبتدي تقدر ان هي تشوف الكلاب ممكن تأدي ايه يعني. ده نفس الموضوع. لا ده جزء من تدريب الكلاب، ويعني ده بيبقى عشان خاطر الكلاب تقدر تشتغل مع بعض. ما ينفعش اللي يكون كل كلب، لان بيبقى في مشكله عند ناس كتير جدا وهي بتمشي الكلب بتاعها في الشارع، ان الكلب مجرد ما بيشوف اي حيوان تاني سواء كلب او قطه بيبتدي يهجم عليه، وده بتسبب مشاكل كتير جدا للمقتني الكلاب او لمربي الكلاب يعني. هيك بتدرب الكلب ان هو يقدر يتعامل ازاي مع الكلاب مع الكلاب التاني، بنخلي بنزود يكونوا اجتماعيين يعني. تمام. ده ايه؟ ده كان تدريب للكلبين مع بعض على الحراسة في نفس الوقت. وده دول 3 كلاب مع بعض في نفس الوقت. هو بيكون صعب انك تسيطر على اكتر من على كلب أكتر في من نفس كلب. في نفس الوقت وهم مع بعض. ده كان برضو في احدى المسابقات، كانوا كلبين هما الاثنين بيشتغلوا في مع نفس بعض. الوقت مع بعض. وده ايه؟ دي انواع من انواع تأهيل الكلاب للحراسة. في انواع للكلاب، كل كلب ممكن يؤدي مهمة غيره، ولا الكلب يعني اتخلق لمهمة معينة ما اقدرش اغير له من مهامه؟ لا طبعا، كل سلالة وليها بعض المهام هي بتقدر تقوم بيها. ده مش علشان خاطر الكلب، لا ده عشان خاطر قدرته التشريحيه، البدنيه يعني. قدرته التشريحيه او قدرته البدنيه على انه هو يؤدي وظيفه معينه. يعني في كلاب مثلا اللي هي بتؤدي وظائف الحراسه، في كلاب تانية بتؤدي وظائف السنت ورك او الشم، تقدر في كلاب تانية تقدر تؤدي وظائف الانقاذ. كل كلب يتطلب يكون عنده مواصفه بدنيه مختلفه عن التاني. كلب الحراسه بيتم تدريبه جسديا ان هو يعني يقدر ان هو يقوم بمهمته، يبقى عنده لياقه بدنيه يعني، بيتم تدريبه كده ولا بيتم تدريبه ازاي؟ اول حاجه لازم، اهم حاجه في تدريب كلب الحراسه هو تدريبه ذهنيا، ودي بتكون اصعب يكون حاجه. يكون حاضر دايما ذهنيا. مش بس ان هو يكون حاضر، ان فكره كلب الحراسه في الاول وفي الاخر هي ان انت بتعلم الكلب ده ان هو بيخافش. يعني هو ما بيعرفش يعني ايه خوف. زي بالظبط كده، انت لو جبتي بيبي صغير عنده 3 شهور او الكلاب شهرين، بيخاف؟ طبعا اي كائن في الدنيا بيخاف. زي لو جبت، بس انت لو جبتي بيبي صغير عنده شهرين وحطيتيه قدام اسد، هو مش هيخاف من الاسد لان هو مش فاهم ده ايه. فبالتالي هي كلاب الحراسه نفس الفكره، ان اهم حاجه عندها ان يكون الكلب ده ما عندوش حته الخوف، ما تعلمش ان في خوف. بالظبط، ما يتعلمش اللي هو فيه خوف. فبالتالي في بعض من المراكز او بعض من الهواه او بعض من المدربين بيبتدوا في تدريب الحراسه ان هو بيخلي الكلب يدخل في مرحله الديفنس او يدخل في مرحله اللي هو الدفاع عن نفسه. والكلب ده دايما عمره ما بيكون كلب حراسه كويس في الاخر، لان هو بيتعود اللي هو بيهجم فقط في حاله الدفاع عن نفسه. يعني لو حد هجم عليه هو بيدافع عن نفسه. بالظبط فقط. بالظبط، او بتقلب الموضوع ان هو بيكون عنده كومبلكس او عقده من البني ادمين. ودي طبعا حاجه شراني بس. بالظبط، ودي حاجه طبعا بتكون عكس تماما المطلوب. ان احنا يكون عندك كلب اجتماعي. عندك الكلب تقدر تخرج بيه مع اصحابك، عندك كلب تقدر تنزل بيه في العربيه، تروح بيه السوبر ماركت، تمشي بيه في اي حته. بس وانس اللي يكون فيه ثريت حقيقي او فيه تهديد حقيقي عليك، الكلب يقدر ان هو ينفذ المطلوب. بس هو بيبقى كلب طبيعي جدا، بس وقت لما يكون فيه خطر هو بيشعر بيه وبيعرف طبعا يتعامل معاه. كلاب البيرسونال بروتكشن او كلاب الحراسه الشخصيه دي المفروض ان هي بتكون كومبانيون، ده بيكون رفيق ليك. انت طول ما انت ماشي في اي حته لازم الكلب يكون اجتماعي جدا، بيتعامل مع الحيوانات، بيتعامل مين ما يتعامل مع اطفال. لو طفل حتى شده من ودانه يبقى عارف ان ده طفل، يبقى هو عارف ان هو ده كله ما هواش تهديد ليه. لان انا ده عشان خاطر كده الفرق ما بين الكلب اللي بيتحس ان اي شخص غريب عباره عن تهديد ليه، وفي كلب بيبقى عارف ان هو بيأدي مهمه. انا ماشي مع صاحبي، انا مش هبتدي ارياكت غير لما صاحبي يبقى عليه هو تهديد، مش التهديد عليا انا شخصيا. ده الفرق.
اوكي. طيب كلمنا تاني عن كنا بنتكلم عن الاوتيزم وعن الكانسر، الكلاب دي بيتم تدريبها ازاي علشان تقدر تساعد مرضى الاوتيزم، الاطفال اللي عندهم اوتيزم، وتساعد كمان مرضى السكر، بيتم تدريبهم على اساس ايه؟ هما النوعين دول مختلفين تماما عن بعض من كلاب الثيرابي دوجز. الكلاب اللي بتدخل في موضوع التأهيل النفسي لمرضى التوحد، هو الكلاب عادة بيطلق عليها الأطباء النفسيين سوشيال كاتاليست أو محفز اجتماعي، وتابع لدراسات كتيرة جدا ان الناس اللي بتربي كلاب واللي عندها كلاب بيكونوا اجتماعيين اكتر من الناس اللي ما عندهمش كلاب. حالات الانتحار اللي عندها they own a dog او بيربوا كلب بتكون 500 في وسط كل 500 حالة بيكون حالة واحدة بس اللي ممكن يكون عنده كلب. فهي الكلاب عادة بتزود التواصل مع بتعمل نوع من السعادة. مش نوع من هو طبعا نوع من السعادة، بس بيكون في نوع من التواصل مع الناس، لان بيكون في نوع من التواصل مع الكلب. انت جربي وانت ماشية في الشارع لو حد وقف كلم واحد ما يعرفوش ممكن ما يردش عليه، لو رحتي تكلمي حد ما يعرفوش وهو معاه كلب هيتكلم. هي دي الفكره. فهما دي بتكون محفز اجتماعي دايما. الطفل بالذات ان الكلاب ما بتفهمش الكلام، الكلاب بتفهم الاي كونتاكت او تواصل بالعين، بتفهم لغه الجسد اكتر، ودي بتكون اكتر حاجه موجوده عند الاطفال اللي عندهم توحد، ان هم بيكون معظم التعبيرات بتاعتهم تعبيرات جسديه مش تعبير بالكلام، بيكونوا قليلين الكلام جدا، في منهم ما بيكونش بيتكلم اصلا، ما بيكونش بيتواصل مع الناس اللي حواليه. فسهل التواصل فبيبقى مع هو بيقدر الكلب. يتواصل مع الكلب، وفي الموضوع بيحصل في خلال السيشنز او في خلال الحصص اللي بتتم مع الدكتور البيطري، اتلاحظت بنسبه 100% ان في وجود الكلب ده الطفل الموجود بيتواصل اكتر مع الدكتور، وبيتواصل اكتر وبيستجيب اكتر للسيشنز بتاعت العلاج النفسي. دي حاجه نفسيه اكتر، ومن التواصل مع من التواصل مع الكلاب. اما بالنسبه للكلاب الديتكشن، سواء كلاب اللي بتحذر الدايابتس او الناس اللي عندهم سكر، او الكلاب اللي بتشتغل على التيومرز او الاورام السرطانيه، دي بيكون حاجه اسمها سنت ورك، او يعني بيبقى عباره عن الشم. الكلب بيعتمد في الموضوع ده على حاسه الشم. الاورام السرطانيه هو الموضوع اكتشفوه بالصدفه بالنسبه للكانسر، ان كان في كلب عايش مع صاحبه في البيت، وهو كان في مكان عنده في المنطقه بتاعت صدره، وكان الكلب دايما بيروح كله بيروح يلحس كتير جدا في المكان ده. ليترون صاحب الكلب ده تعب، دخل المستشفى، عملوه تحليل، طلع عنده ورم سرطاني في المنطقه دي. افتكر الكلب كان فابتدى ابتدوا يستخدموا الكلاب لتدريبها على الموضوع. يعني الكلاب الحاسه الشم عندها اكتر ب 10,000 مره من بني ادم، فبيقدروا يشموا حاجات كتير جدا احنا ما بنقدرش نشمها. الفرق ما بين الكلاب وما بين البني ادمين في الشم، ليتس سي مثلا انت عامله في البيت باستا سباجيتي باللحمه المفرومه، انت لما حد هيدخل عليك المطبخ هيشم ان انت عامله سباجيتي باللحمه المفرومه. الكلب لا، الكلب هيشم الباستا لوحدها، الصلصه لوحدها، اللحمه المفرومه لوحدها. بيبتدي الكلب بيقدر اللي هو عنده بيقدر يفصل، ولغايه دلوقتي العلماء ما عرفوش يوصلوا ايه قدرته على الفصل دي، بس الكلب بيفصل كل الروائح عن بعضها. يعني بيقدر يفصل ريحه الجسد او ريحه صاحبه الطبيعيه عن ريحه المرض عن اللي ريحه موجود المرض اللي موجود جوه. وكذلك بالنسبه للموضوع بتاع الدايابتس، الناس الدايابتكس اللي عندهم الشوجر بيعلى في الدم، الكلب بيحذرهم، بندرب الكلب اللي هو لما بيشم الريحه دي عن المعدل الطبيعي، عن ازيد من المعدل الطبيعي، الكلب يبتدي يدي ساين، بيتدرب على ساين معينه اللي هو يبتدي يحذر صاحبه حتى هو لو كان نايم عالي. ان هو لازم ياخد الحقنه حتى لو كان نايم، بيبتدي يحذره عشان خاطر يصحى، او ان هو ياخد باله ان هو لازم ياخد في مرضى سكر دلوقتي. كتير بيبقوا عايشين لوحدهم، فدي بتبقى مشكله بالنسبه لهم، في ان في كلاب بيتم تدريبها لكده. مظبوط، الموضوع ده اصبح مهم جدا في الفتره الاخيره، زيه بالظبط زي كلاب الجايدنج او كلاب الناس اللي هم الناس الكفيفه. بيبقى عندهم كلب عشان خاطر بيبقى لوحده مش قادر يتحرك في الشارع، فبيبقى في كلب بيتدرب ان الكلب ده هو اللي بيقوده في الشارع، هو اللي بيمشيه، يوقفه لو في عربيه، يعدي بيه اشاره، الكلام ده كله. طيب اخر 10 سنين حصل طفره كبيره جدا في البلد، لقينا ناس كتير جدا بتربي كلاب، لقينا مراكز تدريب كتير، ايه اللي حصل وخلى الكلاب تبقى مهمه جدا في مصر في الفتره الاخيره زي ما قلنا زي كده عن زمان؟ هو السؤال ده في ناس كتير جدا بتساله. هي الفكره الاندستري كلها حصل فيها نوع من انواع الازدهار زي ما بنقول في الموضوع ده.
الكلاب، مراكز التدريب بتاعت الكلاب، البيت ستورز، العيادات، المستشفيات، كل الكلام ده ابتدى يزيد جدا الفترة اللي فاتت. الموضوع بيرجع لحاجتين، جزء منه ترند او موضة للناس اللي بتقتني كلاب، ناس بتقتني كلاب جوه بيوتها عادة، ده دول اللي راحوا ناحية بس هو ما الموضة بقاش شوية. رفاهية زي ده الأول. ده ده كان ده كان ده كان جزء، وده ودول كان معظمهم الناس اللي بتربي كلاب من قبل كده. اما الجزئيه الجديده في اخر، يعني لو حضرتك قارنتي الموضوع ده باخر 10 سنين او اخر 8 سنين بالذات، ابتدى يبقى عندك التجمع، ابتدى يبقى عندك 6 اكتوبر، ابتدى يبقى عندك مناطق جديده، اصبح فكره السكن فيها اكتر كفكره مكان فيه جنينه ومكان ان انا اقدر بره، اربي كلب مش جوه شقه. وبره النطاق العمراني المكدس اللي جوه القاهره او جوه اسكندريه. وطبعا الاماكن دي كان فيها في الاول وما زال نقص في الامن للناس اللي ساكنه هناك، بما ان هي اماكن جديده، في اماكن كلها مش عمرانه، فالناس بقت بتربي الكلاب في الحاله دي لهدف الحراسه. ومن هنا ابتدى يبقى في حاجه لعدد اكبر من مراكز التدريب، ناس تبقى عايزه الكلب بتاعها يقوم بوظيفه الحراسه علشان خاطر يكون في البيت، يكون كلب حراسه يتساب في الجنينه او يتساب مع الاولاد او اي حاجه من الوظائف دي يعني. احنا طبعا استمتعنا جدا بالحديث مع حضرتك، كان حديث شيق يعني، عرفنا معلومات كتير ما كناش عارفينها. مهندس خالد الهياتمي صاحب او مركز تدريب الكلاب، بشكر حضرتك جدا، شكرا جزيلا، ميرسي لحضرتك. مشاهدينا خلصت فقرتنا، بس الفقره اللي جايه هيكون معانا دكتور كريم عابدين المحلل الاقتصادي والفقره الاقتصاديه الاسبوعيه، استنونا بعد الفاصل.